في موريس كما في غيرها من الجبهات تتواصل فصول الحرب حتى في ظل ما يفترض أنها هدنة منذ اليوم الأول للهدنة لم تتوقف الميليشيا عن إرسال قذائفها على المدنيين الساكنين في مرمى مدفعيتها ولم تتوقف المقاومة عن محاولاتها في التقدم باتجاه دمت الواقعة تحت سيطرة الميليشيا منذ أواخر العام الماضي قذائف الحول بأنهم يطلقون علينا يعني هذا قذائف بي بي الذي صنعها الأمريكي ضد الدروع ويضربها على الأفلاد هنا وعلى مساحة واسعة تتوزع الصورة بين غبار القذائف المرسلة من مواقع الميليشيا على التخوم الجنوبية لمدينة دمت وبين وجوه لم تتعب من المواجهة ولا تزال تحرس مريس وتدافع عما وراءها منذ اشهر. اكثر القنص والضرب هو من ما يسمى بجبل التهامي ومن العرفاف الذي معهم ثكنات هناك في الحامري وفي اللبان. جبل التهامي كان هدفا لاخر محاولات المقاومة للتقدم باتجاه مدينة دمت. وكانت المقاومة قد سيطرت على الجبل الاستراتيجي لساعات قبل ان تنسحب منه نتيجة لكثافة القصف من مواقع الميليشيا في العرفاف ونجد القرين القريبتين، فيما لا تزال المعارك العنيفة دائرة بين الجانبين حتى اللحظة على خطوط التماس القائمة بينهما منذ اشهر، مصادر محلية ذكرت ان المعارك العنيفة التي تشهدها المنطقة منذ يومين خلفت قتلى وجرحى من الجانبين، واكدت انه شهد عدد من الاليات التابعة للميليشيا تنقل القتلى والجرحى الى مستشفيات دمت. فيما قتل ثلاثة وجرح خمسة اخرون في صفوف المقاومة. المواجهات في موريس لا تتخذ شكلا واحدا والموت الذي ترسله الميليشيا لابناء موريس ليس بالقذائف وحدها بل ياتي باشكال مختلفة تبتكرها عقلية الميليشيا التي لا تجيد شيئا سوى صناعة الموت. المقاومة الشعبية ضبطت عبوات ناسفة على شكل احجار كانت مزروعة في مناطق التماس بين موريس والعرفاف والتي طردت منها الميليشيا قبل اشهر. فيما تبقى الالغام واحده من اكبر معوقات التقدم باتجاه دمت